صباح الخير لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتابعونا. اليوم الأربعاء عنا ثلاث وصفات سمك، لثلاثة وثلاثة سمك، لكن في عندي أرضي شوكة محشية بالسمك والخضار، هيدا أول طبق. عندي طبق للرجيم للي عم بيعملوا طبعا سبور، كمان وصفة كتير طيبة اللي هي عندي سمك فيليه، سمك فيليه مع الكسكس. سمك الفيليه رح نتبله أنا وياكم بطريقة كتير طيبة ورح نشوي سمك الفيليه. أما مشاهدينا في عنا الطبق الرئيسي أو السمكة المحشية بالبطاطا. عندي سمكة، عندي سمكة بلاميتا جاهزة عنا، حاطت أنا تحتها بطاطا لحتى ما تلزق عندي بكعب الصينية. رح اجي استعين بالبابريكا، برش عليها بابريكا من قلبها وعلى الميلتين. ايضا رح استعين بالعقدة الصفراء، كمان بالكزبرة، بالكمون، ورح نحط رشة ملح، زيت زيتون، ومن الفلفل الاسود. اوكي، بدهنهم مثل ما عم نشوف بهالشكل. وايضا رح نشوف المقادير على الشاشة. اوكي، لكن هيدي السمكة عم ندهنها على الميلتين، صارت جاهزة عنا. اوكي، سمكة جربوا هالوصفة كتير طيبة. نجي لهون، عندي خلطة على النار، نحن قلنا سمك المحشي بطاطا. عندي خليط على النار، بصل مع ثوم مع فليفلة خضرة مع زنجبيل اخضر وايضا بطاطا. رح اجي اضيف لهالوصفة، رح اضيف البهارات. عندي كمون، لكن بلشت اضيف البهارات. عندي كزبرة، عندي بابريكا، وايضا في عنا عقدة صفرة، وما بدنا ننسى طبعا نملح. اوكي، حركهم مع بعض لحتى تطلع ريحة البهارات. بعد ما تطلع مشاهدينا ريحة البهارات، شو رح اعمل؟ رح جيب هالحشوة واحشيهم للسمكة. الفرن عندي حامي، بدي فوت السمكة على الفرن لحتى تستوي، بس طبعا بعد ما خلصنا، لان بدي ضيف بعد لهالوصفة انا من الكزبرة، وايضا بدنا نضيف كمان الشومر. لكن لحتى نشم ريحة البهارات طلعت، بضيف كزبرة، بضيف شومر، وبشيل هالخليط بحشي السمكة فيها. عندي بيض على النار، عم بسلق بيض، طبعا البيض بدي استعمله مع الارضي شوكة. ايضا هون في عندي طنجرة تانية حاطت بقلبها مي، كمان ترك المي لحتى تسخن لحضر الكسكس. وعندي طنجرة ثالثة كمان فيها مي، المي لشو؟ بدي اسلق فيها الارضي شوكة، بخبركم بالتفصيل عن وصفتنا. لكن هون مشاهدينا راح ضيف بعد الشومر، وايضا رح ضيف الكزبره، وبرجع بخبركم بالتفصيل باخر فقرتين عن وصفتنا. اما هلا بالعوده للجيدة. شكرا شكرا شيف، رح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع ضيفتنا، خليكن معنا.